كسور الساعد والرسغ. الهدف تثبيت الطرف والنقل إلى المستشفى. المعالجة العامة: أجلس المصاب واسند الساعد المصاب بلطف وضعه على صدره. ضع الساعد بلطف بين طيات رفادة لينة. احمل الطرف بواسطة معلاق للذراع. ثبت الطرف على الصدر بواسطة عصابة ذات طية عريضة فوق معلاق الرفع قريبا من المرفق، ويفضل تحاشي مكان الكسر، واجعل العقدة أمام الجهة السليمة. تحقق من دوران الدم في اليد. اعمل على نقل المصاب إلى المستشفى واحمله في وضع الجلوس.